عودي للمتابعه صابرين كوين، بتنبسط انه بتشوفني بعالم صباح. ثانك يو لك صابرين، ما بدها هالقد لكل السياسيين اللي بيصعبوا امور البلاد وخدمات المواطن. والله معك حق مليون بالميه. بلا لينا ما بدها هالقد منا موجوده بقاموسه. راح يا بلا، بدك تحلي الامور، بدك توقفي على اجريكي وتقولي ما بدها هالقد وبدي لاقي الحل، مش ما بدها هالقد واستسلم. اكيد سلام منصور، الحياه ما بدها هالقد، معك حق. رباب خليل، سؤال صعب بلبنان، عن جد صعب، صعب الواحد يقول ما بدها هالقد قد ما عم نمرق بامور وظروف صعبه. مين مصطلح، اي مشكله صغيره بيقول الواحد ما بدها هالقد، يعني ما بتعمله من الحبه قبه بتنحل ان شاء الله. سلام عبود، ما بدها هالقد لنعيش مرتاحين مثل بلاد برا، اللي يمكن بلدنا بيسوى الدنيا كلها، ولكن نحن لازم نعرف نقول ما بدها هالقد ونوقف على اجرينا ونحل مشاكلنا. كثار منكم عم يجاوبوني، بعد شوي رح ارجع طبعا قول بعض الكومنتس. اما هلا رح ننتقل عند جورج، وفيكم تتواصلوا معه عبر صفحه الفيسبوك وتستفيدوا اكيد من اي سؤال واي جواب بيعطيكم اياه. اليوم جورج كمان رح يعلمنا حركات جديده لعضلات جديده بجسمنا. جورج، فاذا اليوم اللي تعلمناهم هن الكتاف الظهر والاجرين، هالحركات يلي شفناه هون مع جورج. بكره كمان حركات جديده مع جورج على الهواء. اما هلا ضيوفي، ضيفي بالاستوديو طبعا رح نحكي عن مهرجان حج بيروت للسنه الرابعه يلي طبعا بنجاح تام وبعدد كبير من رواد هالمكان. هالمهرجان هو من تنظيم بلديه بيروت وجمعيه السبيل. ضيفي الاستاذ انطوان بوليد، رئيس جمعيه السبيل، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، شكرا. يعني بدنا نرجع نذكر شوي هيك بمهرجان حرج بيروت يلي عم بصير سنويا، اللي عم بيكون ناجح وبيضم مش بس مهرجان واغاني ورقص، انما ايضا معارض رائعه على مساحه كثير كبيره من مكان ما بيصح لنا دائما نشوفه ونزوره. وهيدي هي النقطه الاساسيه. نعم. مثل ما تفضلت وقلت، يعني نحن عم نعيش أزمنة ضاغطة كتير، البيروتية واللبنانية طبعا حياتهم صعبة، حياة المدينة أصلا صعبة، وحياتنا الاجتماعية خلينا نقول أو السياسية والوطنية كتير صعبة بهالفترة. مشان هيك الاستفادة من مساحة خضرة بهالكبر وبهالجمال وبهال ضرورة، صارت ضرورة. هو يعني المهرجان على مساحة قديه تقريبا؟ للحقيقة ما عندي الرقم. يعني لازم المقصد منه أنه نوضح أنه هو بالمكان يلي مسكر بحرج بيروت، حرش بيروت ولكن مش حرج بيروت اللي بيصعب. نعم. كتير على الناس أنه تفوت عليه. نعم. بخلال ثلاثة أيام المهرجان الثقافي هلا نحكي على البرنامج. نعم. يعني في إمكانية للناس. نعم. إذا ما أجوا تمتعوا بكل العروضات اللي عم نعملون، المشوار بحد ذاته ضمن هالحرش هو بقيا من خلال المهرجان عم بيتأثر سلبا شي المكان؟ ابدا ابدا، مدروس الموضوع أبداً. يعني انه يكون كل شيء مزبوط. نعم. كيف عم بيتم التعاون مع بلديه بيروت؟ لا، بلديه بيروت هي اللي داعمه، وهيدا مهرجان الثقافي. نعم. الحقيقه نحن جمعيه السبيل اللي هي جمعيه بتعنى بالمكتبات العامه، نحن عم ننظم باسم بلديه بيروت. يعني نعم، انتوا لكم علاقه مباشره بالمكتبات العامه؟ نحن يعني السبيل هي اصدقاء المكتبات العامه. نحن عم ندير ثلاث مكتبات ببيروت عامه مجانيه، الناس بتيجي بتقرا جرايد، بتقرا كتب، بتستعير، ممكن تيجي تلتقي فقط. نعم. بمساحه كمان مفتوحه للكل، وهيدا العلاقه بين اثنين. نعم. لانه الجنينه الحرش بيروت
هو مساحة عامة والمكتبة هي مساحة عامة، مشان هيك جمعية السبيل عم تدير الشغلتين. المهرجان هو من 26 أيلول وبيستمر نهار الجمعة بيستمر لغاية 28 3 أيام. ليش اخترتوا هالتوقيت بالتحديد؟ يعني المدارس بلشت، هو العالم تشتاق. لا أولا لأنه يعني بالصيفية العالم مش كلها هون وممكن تكون بالجبال، وهلأ يعني لأنه رجعت العالم على أشغالها من، وبعدين لازم نقول انه الدعوة هي عامة ومجانية. نعم. يعني انه كل المهرجانات هاللي عم تصير كلها بالمناطق حلوة كتير ومهمة كتير، ولكن كلها غالية. نعم. بلدية بيروت عم تعزم الناس لمهرجان ثقافي مجانا. طبعا نحن عم نوجه تحيه كمان للاستاذ بلال حمد يلي هل رح يفتتح يعني بحضوره رح يتم افتتاح المهرجان الجمعه ب 26 الساعه 5 بيجوا الاولاد وفي برنامج حلو كتير للاولاد، وبعدين ساعه من 5 لل 7 في الافتتاح الرسمي. بس هو يوميا رح بيكون من 5 لل 7 ونص، هو عروض مخصصه للصغار في وبعدين للكبار. مزبوط. نعم. كل يوم من 5 لل 7 او من 5 لل 7 ونص او من 5 لل 8 حسب الايامات. نعم. في مهرجان كتير متنوع، برنامج قصدي اقول متنوع كتير كتير بالفعل. نعم. للاولاد، وبعدين بالفتره التاليه يعني عاده من 7 وطالع للساعه 9 مرات في برنامج للاكبر. هلا طبعا الاولاد والكبار والعيال كلهم ممكن. فينا نقول شو البرنامج؟ خلينا نوصل بقى بالنسبه للكبار، الافتتاح بعد الافتتاح الرسمي. نعم. لح يتم عرض برنامج حلو كتير بتنظيم الست نضال أشقر. نعم. اسمه بدل عن هويته، خلينا نقول هي كلمات تعشق فلسطين. أوكي. طبعا هي بوحي يعني الأحداث الأليمة اللي حصلت هالصيف. رح يكون في طبعا فنانين مع الست نضال الأشقر، الفنان خالد العبدالله، الفنان عبد قبيسي، محمد عقيل وعلي الحفر. نعم. في شعر ومش بس شعر، يعني برنامج فني خلال. بس قبل في من 5 ل 7 حكايات طيارة ورقية، نشاطات متنوعة للصغار كمان عند الافتتاح. مزبوط. بيكون شطرنج ورسم ودمى. نعم. هالجمعة وإلى ما السبت 27 أيلول من السبت الساعة 5 كمان أنشطة للصغار. نعم. متنوعة كتير، في شطرنج وحكواتية ودمى ورسوم وإلى ما نهاية هنالك. مسرحية خلف المياه، مسرحية من جمعية أصدقاء الدمى. نعم. وبعدين في فرقة تانية هي فرقة ورق كمان. نعم. مسرحية تانية، هدول للأولاد. أوكي. تالت يوم بعدين 8 حفل موسيقي. طيب لكن ننزل للكبار. أوكي. في حفلتين موسيقيتين. نعم. واحدة موسيقى شرقية مع فرقة الكمنجاتي. أوكي. وبعدين موسيقى فيوجن اللي بيسموها يعني فيوجن، هل هي تتميز تدمج عدة أنواع، تدمج عدة أنواع أو أنماط موسيقية مع فرقة الصعاليك. هو الصعاليك. نعم. أيوه. نهار الأحد، نهار الأحد كمان أنشطة منوعة من مثل ما قلنا. نعم. من جمع، وبعدين جمعية الأصدقاء الدمى بتقدم عرض، وجمعية ورق بتقدم عرض تاني، والمسك الختام ساعة 8 مع المطرب المشهور، المطرب هاللي بركي بيستحق كلمة مطرب لأنه المطرب الأكبر. نعم. هاللي هو عبد الكريم شعار. طبعاً. وفرقته تحية لأله، لح يعني ينهي هالمهرجان حتى الثقافي. من الفن للمسرح لل التنوع النشاطات بقلب هالمهرجان، فينا نعطيه عنوان ثقافي، يعني مهرجان ثقافي بامتياز يعني. بدون شك. نعم. هلا في شغلتين مهمين جداد هالسنه رح يتموا. اول شغله انه في فرقه فرنسيه جايه من ايل دو فرانس، هاللي جاي للحقيقه من المعهد الوطني للفنون الشارع. اوكي. التياترو دو ري، جايين يدربوا او يعني يحوطوا بخبرتهم فرقه كهرباء. هالفرقه كهرباء رح تعمل مداخلات بالثلاث ايام هاللي قبل المهرجان وخلال المهرجان. يعني رح يظهروا على كورنيش بيروت،
رح يظهروا بالحمرة، رح يظهروا بالصنايع، رح يظهروا بمنطقة قصقص، بمنطقة حرش بيروت، بمنطقة الطريق الجديدة، بكل المناطق رح يظهروا ويعملوا أنيماسيون دو ريو، تياتر دو ريو يعني. حضرتك كرئيس لجمعية السبيل، اشرح لنا شوي هيك وعرفنا نتذكر جمعية السبيل بشو تعنى والعلاقة بشو مباشرة. للحقيقة حق المواطن كل واحد بيدفع ضرائب بلدية، حقه أنه يحصل على معلومات، على ثقافة، على كتب، على مطالعة، على مساحة تستقبله للالتقاء فقط. بقى جمعية السبيل للحقيقة دغري بعد الحرب الأهلية قلنا الإعمار عراسنا حجر، بس إذا ما نبني مواطن جديد بيلتقى مع خير المواطن بمساحات للمواطنية ما بنكون أملنا استدامة هالسلم اللي نحن طبعا واستمرارية للحضارات اللي نحن عم نقول فيها من خلال الكتاب وتواصله مع الأفراد. طيب شو نشاطاتكم كجمعية وأهدافكم؟ يعني نحن أهدافنا المطالعة، ولكن الشيء اللي بنتميز فيه خلينا نقول أنه المكتبة منا مجرد كتب على الرفوف. نحن بنعمل كتير أنشطة، بنعزم كتير صفوف مدرسية، بنعزم كتاب، بنعمل لقاءات، بنعمل ساعة القصة اليومية أسبوعيا بالثلاث مكتبات موجودة، بيجوا الأطفال بيسمعوا قصص بثلاث لغات. للحقيقة يعني نعمل شتى الأنشطة لأنه هيدا مكان ديناميكي كتير. نعم، هل حسيتوا بخطورة فقدان الكتاب حتى؟ يعني خلينا نقول أنه نحن عم نناضل ضد اتجاه التيار. خلينا نقول التحدي الكبير الأكبر اللي عم نبلش ندخل فيه، ولكن مشروعنا كبير لبعد سنتين ثلاثة، هو إنه التكنولوجيا اللي هلأ عم تاخد محل الكتاب ما تكون ضد المطالعة. يعني نقدر نهيئ المكتبات بشكل إنه التكنولوجيا تكون لخدمة المطالعة، للخدمة المعلومات. لا، والدليل على ذلك كمان الكتاب ما يعرف الواحد يستغني عنه. يعني بالجامعات هلأ أكبر الجامعات بلبنان إنه في عندهم الإنترنت والتكنولوجيا اللي بيستعملوها والكتاب موجود. يعني ما في والا كانوا عطوا سي دي صغير كل يوم بيحطوا الطالب. يعني قد ايه صعب، بس العلاقه ولمس الكتاب، ريحه الورق، التواصل مع الكتاب يختلف كليا عن التواصل مع التكنولوجيا والانترنت. الله يقويكم ويخليكم بهالهمه. شو نشاطاتكم المستقبليه كجمعيه السبيل؟ بالبشوره رح نستقبل بعد ثلاث اسابيع الروائي المشهور اللبناني الكندي راوي الحج. هذا اول نشاط. بعدين في معرض الكتاب الفرنسي ثم العربي. يعني نحن ما من كل. يعطيكم العافية. الله يقويك. تأسستوا من أي سنة؟ 97. من 97 ومستمرين. ومستمرين بدعم كبير من بلدية بيروت طبعا. اللي بيربطنا يعني رابط كتير قوي، وبنشكرهم على ثقتهم الكبيرة فينا. وبدعم كمان بحب أذكر إذا بتحب المنطقة إيل دو فرانس اللي كتير بتمول هالشي، والمهرجان بالأخص طبعا وزارة الثقافة، مؤسسة أفاق، مؤسسة مخزومة، مؤسسة ويلفير، التعاون التضامن التعاون الفلسطيني، لو مولان فوندو، هي هيدي الفرقة اللي المركز الوطني للتياتر دو ريو اللي عم بمرن كولكتيف كهرباء، ويعني ومجموعة كتير كبيرة من الداعمين كمان. يعني بنذكر انه مهرجان حرش بيروت هو ببلش ب 26 يوم الجمعة، بيستمر للسبت والأحد من الخمسة للسبعة تقريبا، هو نشاطات للأطفال، ومن السبعة للعشرة نشاطات للكبار، مسرحيات ثقافية، مسرحيات فنية، وبالاشتراك مع الفنان الكبير المطرب عبد الكريم الشعار اللي هو بيختتم مهرجان حرش بيروت للسنة. والافتتاح رح بيكون مع رئيس بلدية بيروت الحالي الأستاذ بلال حمد. بلال حمد يلي طبعا رح يستقطب عدد كبير من الزوار والسياح. السنة الماضية كان تقريبا مثل ما قريت 6000 شخص. طبعا 6000 شخص زاروا. وفي كمان بيتضمن المهرجان معرض لعدة معروضات من أشخاص معنيين بمواضيع منزلية، مواضيع مأكولات، مواضيع كل شيء. أهم شيء من وجه كمان تحية لألكم أنه ما عم تتعارض هالمواضيع كلها أو هالمهرجان مع الضرر البيئي لحرش بيروت اللي عم يتحفظ عليه بشكل حلو. ومن حق المواطن اللبناني مثل ما حضرتك ذكرت إذا عم يدفع مصاري للبلدية أو ضرائب أنه يشوف ويتعرف كمان مش بس على الكتاب وعلى المعلومات، أيضا
يستمتع بحرش بيروت الرائع على هالمساحة الكتير كبيرة. بتحب تقول شي بعد؟ شكرا لدعم فيوتشر لهالمهرجان. ثانك يو لك. بيعطيك الف عافيه استاذ انطوان بولاد رئيس جمعيه السبيل. لكل المشاهدين احنا مكملين احنا وياكم، وطبعا سؤالي على صفحه الفيسبوك مثل ما ذكرت لكم انه شو في بالحياه بتقول عنه ما بدها هالقد؟ على كل شيء تقريبا ما لازم نقول ما بدها هالقد، واذا كانت مشكله كبيره نلاقي لها حل. كثار عبروا على طريقتهم الخاصه انه بلبنان كثير صعبه نقول هالجمله لانه عندنا مشاكل كثيره. صباح الفل للكل. لزوجي عن كل شيء بعصب عليه بقول له ما بدها هالقد. ادم الوي ما عرفت الاسم مزبوط. هنا كفراني ما بدها هالقد ليصير عنا مي، مش كل يوم بدي 25,000 ثمن مي. والله معك حق مليون بالمية، وان شاء الله اذا كنت ببيروت ما بعرف انه في حلول قريبة بشهر ديسمبر، وهالمشكلة عم بيعاني منها كل مواطن لبناني. يمكن الحق على الطبيعة السنة الماضية كان في شوية تجفيف معدل المياه ومنسوب المياه كان واطي، ولكن بتمنى انه يتلاقى حل مع كل البلديات للمواطن اللبناني. عيب عن جد انه المواطن يدفع ما يقارب 300-400 دولار شهريا ليستهلك المياه للحمامات عفوا او للقضي او للشرب. يعني نحن بلبنان بلد المياه وبلد الخضار وعندنا هالمشكله كثير كبيره. كثار منكم يا كارين صباح الحياه كلها ما بدها هالقد، بس فوجع القدر وموت اغلى ناسك بتخليك تقول ما بدها هالقد. على كل شيء بقول الواحد ما بدها هالقد كارين ما عدا الموت. معك حق. سيدرا كمان قالت على فواجع القدر وموت اغلى ناسك بتخليك تقول بدها وبدها أكتر. طبعا في قصص بالحياه بدها كثير الواحد بيتوقف عندها، ولكن ما نرجع لنستمر ونوقف على اجرينا بدنا نقول كلمه ما بدها هالقد. نحن وياكم بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه مع الشيف. خليكم معنا.